لو كل شاب او مجموعة شباب تكفل بحد من الناس المحتاجة في بلدهم، مش هنخلي اي محتاج في مصر. اهلا وغدا، معاكم دينا جمال. الخير اننا تطوعنا انا وزمايلي في جمعيه الماء، كان هدفنا ان احنا نساعد المحتاج، وبعد كده انفصلنا عنهم في سنتين، كوننا فريق خاص بنفسنا. الفريق دوت قدر ان هو يساعد اكبر قدر من الناس. بدايتنا كانت 300 وجبه، كان حابب ان احنا نعمل 300 وجبه بس. بعد كده مع الوقت تطور ان وصلوا ل 1000 و1000 ونص وجبه يوميا. بنكفل اسر ايتام ومرضى ومسنين بتعدي 300,000 جنيه، وبنوفر مشاريع لناس بحيث انها يكون لها راس مال تعيش منها. وكمان عندنا او لو في بيوت واقعه على ناس بنبنيها، في اسقف بنعملها، في حاجات كتير جدا بنعملها طول السنه. احنا مش شغالين طول السنه، مش مقتصر بس على موضوع الاطعام، لا احنا شغالين بنسد غريمين وبنساعد اكبر عدد من الناس المريضه. جدا ومبسوطه جدا برد فعلهم، لانهم فرحانين ومبسوطين ان الحاجه جايهم على اكمل وجه. ناس خيره كتير جدا جدا حوالينا يعني بيساعدونا، مفيش مصدر تمويل معين. ازاي ان انا بحاول ان انا اقدر اوقف واوفق بين الحاجتين مع بعض، يعني ولازم اقدر اوفق الحاجتين مع بعض، يعني ما ينفعش ان انا اشتغل عمل تطوعي وانا انسى وظيفتي الاساسيه. هو كام واحد اصلا؟ انت اصلا اكتر حاجه بتاثر فيها المريض، واكتر حاجه بتاثر اكتر ان الناس العفوفه اللي كانت حالتها كويسه جدا وبعد كده الحاله اتقلب بيها، دي ما بتقدرش انها توصل لحد ان هو يقدر يساعدها، دي بتكون قافعة نفسها وممكن تاكل لقمة عيش، محدش يقدر يوصل لها ومحدش يتوقع ان هم محتاجين فعلا. لو كل شاب او مجموعة شباب تكفل بحد من الناس المحتاجة في بلدهم، مش هنخلي اي محتاج في مصر.